بداية أتقدم بالشكر الجزيل لبيت الشعر على هذه الدعوة الكريمة لأسهم في الحديث عن الكتاب الذي أصدره بيت الشعر بعنوان الشعر والتربية، وهو عبارة عن أعمال للندوة الأكاديمية المنعقدة بمراكش يوم 21 و22 أبريل 2018. هذه الندوة التي تم التنسيق فيها بين بيت الشعر وأكاديمية التعليم بمراكش كانت فرصة للنقاش ولإثارة مجموعة من القضايا المتعلقة بالشعر كتجربة إنسانية وكتجربة جمالية ولغوية وفنية في علاقتها بالتدريس وفي علاقتها بالممارسة الصفية والممارسة التعليمية بصفة عامة. هذه الندوة شارك فيها مجموعة من الباحثين والدارسين والشعراء والنقاد والتربويين، فكانت هذه الندوة لحظة مهمة جدا في التأمل في هذه العلاقة التي هي يعني واقع منذ أن كانت المدرسة، كان يعني الشعر جزء من البرنامج الذي يتلقاه التلاميذ، ولكن الهدف من هذه الندوة كان هو نوع من التعمق في هذه العلاقة وفي رصد يعني كل الأشياء الممكنة التي يمكن أن نتناولها في هذه العلاقة بين الشعر وبين التربية. فاهتمت الندوة بالأساس بطرح مجموعة من الأسئلة، سواء أسئلة لها صلة بالشعر كفعالية إنسانية، وتمرير هذا الشعر للتلاميذ بمختلف مستوياتهم وبمختلف مداركهم. فنصب الاهتمام حول بعض المشاكل التي يمكن أن تعترض سبيل تدريس الشعر في المؤسسة التعليمية، لاسيما وأن المؤسسة لها رهاناتها، لها إكراهاتها، لها مشاكل عديدة في التعامل مع المحتويات. حاولنا أو حاول الباحثون في هذه الندوة أن يركزوا على مجموعة من المداخل وعلى مجموعة من الأسئلة ذات الطبيعة المرتبطة بهذه الممارسة، وكانت هذه الأسئلة تتمحور حول مجموعة من النقاط التي اعتبرت أساسية في تناول هذه العلاقة بين الشعر وبين التربية، واجتراح أيضا مجموعة من التصورات التي يمكنها أن تفيد في جعل الشعر كممارسة لغوية وكعالم تصنع فيه الأخيلة وكعالم
يعني تتحول فيه اللغة من العادي إلى غير العادي. فهذه القضايا كلها كانت وراء الأسئلة التي طرحت في هذه الندوة. من الأسئلة المحورية التي يعني سيجت أعمال الندوة وهو: ما هو الدور الحقيقي أو التربوي الذي يتطلع به الشعر، وكيف يمكن أن نؤمن هذا الدور في امتداداته وأن لا يقتصر فقط على المرحلة التعلمية في المدرسة، وما هي أيضا طبيعة المقاومة التي يتيحها الشعر اليوم في زمن انهيار القيم، وكيف يتسنى ترسيخ التربية على الخيال. وهذا من الأشياء المهمة جدا في تناول هذه القضية، قضية الشعر والتربية أو الشعر وعلاقته بالمدرسة. ثم ما هي الأشكال النظرية والإشكالات النظرية والديداكتيكية التي يثيرها هذا العبور من قراءة الشعر إلى إقرائه؟ لابد أن تكون هناك مجموعة من القضايا لابد أن تناقش في هذا الصدد، وهو كيف نمرر الشعر باعتباره إبداع إلى الإقراء وإلى الفصل وإلى التلاميذ. هذا العبور ما هي الأشياء التي ينبغي أن تناقش فيه حتى نتمكن من يعني ضمان وصول ما تصبو إليه الأهداف التي تصبو إليها من خلال تدريسي الشعر في المدرسة. ثم هل تجسد الكتب المدرسية انطلاقا من خلفية النظرية المؤطرة لها انفتاحا معرفيا على راهن الشعريات العالمية؟ وهذا أيضا سؤال مهم. هل الكتاب المدرسي يعني له هذه الإمكانية لتوفير هذا الشساعة في الشعر، سواء شعر عربي أو شعر عالمي؟ لابد أن ينخرط الكتاب المدرسي بجدية في هذا التنوع، لأن الشعر هو خطاب إنساني، هو إنتاج بشري، فيمكن أن يصل هذا الإنتاج البشري للتلاميذ حتى تتوسع مداركهم وحتى يطلعوا على طبيعة الوجدان العام للإنسان من خلال الحامل الشعري. ثم هل يتيح الشعر تدريسه بوصفه منطويا على قيم إنسانية، أم بوصفه قيمة في ذاته؟ وهذا إشكال أيضا تعرضت له الندوة، حول هل ندرس الشعر من أجل أن نوصل مضامينه وقيمه، أم أننا ندرسه كقيمة في حد ذاته؟ وهنا هناك اختلاف بين أن ندرس الشعر كحامل لقيم، وبين أن ندرسه كقيمة في ذاته حتى يتمكن التلميذ من ضبط إيقاع الكتابة الشعرية والعالم الشعري، وكيف تتحول اللغة داخل الشعر ويميز بين اللغة العادية واللغة التي يعني يصيبها نوع من الجمال غير المعتاد حينما تبنى شعريا. وأيضا هناك سؤال مهم جدا، وهو: ما هي مواصفات المدرس الذي يمكنه أن يتطلع بتدريس الشعر؟ أن الشعر لا يمكن أن يدرسه إنسان ليس شغوفا بالتجربة الشعرية، فلا بد وأن يتقمص المدرس يعني لحظة شغف وتماهي مع الشعر حتى يتمكن من أن يوصل تلك الحرارة الشعرية لدى التلاميذ
بنوع من الشاعرية وليس بنوع من التلقين الجاف. فهذا أمر لا بد وأن ندخله في الاعتبار من أجل أن تكون لدينا يعني تدريس للشعر بالمواصفات التي يمكنها أن توصل هذا المكنون الشعري وهذه الجمالية الشعرية وتحبيبها للتلاميذ. من خلال يعني الدراسات التي قدمت في الندوة كانت هناك مجموعة من النتائج ومجموعة من الأفكار يعني القابلة للتنفيذ والقابلة لأن تؤمن هذا التدريس للشعر في المدرسة، كاعتبار أن الشعر ينبغي أن ينظر إليه كقيمة في حد ذاته، وأن نقنع المتعلم بالمعرفة التي ينتجها الخيال، يعني حتى لا يبقى تمثل التلميذ للشعر أنه فقط هو خيال لا صلة له بالواقع، ولكن ينبغي أن نصل بالتلميذ إلى أن يقتنع بالمعرفة التي يؤسسها هذا الخيال، وأيضا بالاتساع الذي يشهده المعنى عندما يبنى بطريقة شعرية، وأن نقنعه بنسبية الوضوح حينما نتناول ذلك الغموض الشفيف في الشعر. فلا بد وأن يصل التلميذ من خلال هذا الغموض إلى أن هناك نسبية للوضوح، وأن هناك قيمة مهمة للغامض في وعي الحياة، الحياة بما يعني تحبل به من أشياء فيها نوع من الغموض، وهذا الغموض قد يسهم الشعر في يعني في إيصاله أن هناك غموض في الحياة، في الذات، في العلاقات الإنسانية. وأن يصل التلميذ من خلال تدريس الشعر إلى أن يلحظ ذلك السمو الذي تعرفه اللغة حينما تتحول وتبنى بطريقة شعرية. ومن خلال بعض الدراسات في هذا الكتاب، لا سيما تلك الدراسات التي انبنت نتائجها عن ممارسة داخل الفصل، أي أن الشاعر يدرس الشعر داخل الفصل، شاعر أستاذ يدرس الشعر داخل الفصل، فكانت يعني النتائج التي توصل إليها كل هؤلاء الشعراء وهي أن هناك حاجة ماسة للشعر في الحياة وفي التدريس، وأن الشعر قادر على ترويض تلك الانفلاتات التي قد تحصل في فصول دراسية منفلتة، يصبح الشعر نوع من الترياق ونوع من الجاذبية والجذب، وأيضا يصل هذه الممارسة الشعرية داخل الفصل إذا تمت بالطريقة المرجوة أنه ممكن أن الأستاذ ينتزع من التلاميذ في مستقبل الأيام تجارب شعرية وممارسة شعرية، وهذا هو الأهم. يعني كيف نوصل التلميذ إلى أن يتماهى مع العوالم الشعرية، وأن يكتشف ذلك الطفل الغافي فيه، وذلك الطفل الذي يسكنه، ذلك الطفل الذي يندهش أمام العالم فينتج شعرا. وهذه تجارب يعني مورست وتمارس. أيضا كان هناك التنبيه إلى ضرورة الحامل، هناك حوامل أخرى ممكن أن تفيد في تدريس الشعر مثل الأغنية، وأن الأغنية كان لها دور كبير جدا في إيصال الكلام الشعري للتلاميذ، وهذا ينبغي أن يتم الانتباه إليه، لأن الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من الدماغ الإنساني، فالإيقاعات الشعرية تصل مباشرة إلى هذا الجزء. أيضا ينبغي أن نؤمن بالدور التربوي الفعال للفن الشعري، وعدم اعتباره فقط حاملا لموضوعات ولوقائع ولأحداث.
ينبغي أن نرصد فيه ما ينطوي عليه من كيان جمالي، وأن نعتني بالمحتوى الجمالي والدلالي النص الشعري أكثر من العناية بمناهج التدريس، لأنه هناك نقطة ينبغي التنبيه إليها، وهو أن التدريس غالبا ما ينشغل بالأداة وينسى الموضوع، وهذا مشكل كبير. لا بد من أن ندرس الشعر بطريقة مباشرة، وأن نجعل التلميذ يغوص في عوالم القصيدة وفي عوالم الخيال والإبداع، ولا أن نتقله بتلك الوسائط التي قد تحرمه من اللذة، لأن الغاية هي أن يكون هناك نوع من المتعة ولذة الأدب ولذة النص. كتاب الشعر والتربية يتضمن مادة الأعمال التي قدمت في ندوة أكاديمية كان نظمها بيت الشعر في المغرب بمراكش بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم. والندوة التي هي أصل هذا الكتاب حاولت أن تفكر وتسائل قضية علاقة الشعر بالتربية. هذه العلاقة المشار إليها في عنوان الندوة الذي تحول إلى عنوان الكتاب، المشار إليها بالواو، وهذه الواو لا تقوم بوظيفة العطف في عبارة العنوان بقدر ما تشير إلى مسافة تحتاج إلى تجسير معرفي بحكم تعقدها من جهة، وبحكم أيضا تشعب قضايا كل طرف من طرفها، بمعنى أن الشعر يطرح إشكالا على مستوى تعريفه، مثلما تطرح التربية بمختلف فروعها وحقولها أيضا إمكانا لتعريفات عديدة، بحيث يصبح الجمع أو تجسير العلاقة بين طرفين تجسيرا معقدا وإشكاليا. لذلك تتطلب هذه العلاقة تفكيرا معرفيا يتحكم فيه من جهة التصور الذي ننطلق منه في تحديد الشعر، والأسس النظرية التي يحتكم إليها التصور، وأيضا التصور الذي ننطلق منه في تحديد التربية، بحيث أن التصورين هما ما يتحكم في تجسير هذه العلاقة وفي تحديد أسئلتها وقضاياها. واستشكال هذه العلاقة هو جزء من التفكير النقدي والتبصري فيها، بحكم أن استشكالها ينطلق في الأساس الأول من التصدي لاستسهالها، واستسهالها يتبدى من كل محاولة لاختزال الشعر في مجرد وسيلة أو أداة لتحقيق هدف تربوي. إن هذا المنطلق الذي تمت الإشارة إليه بالاستسهال لا يمكن أن يضيء هذه العلاقة، لأنه أولا لا ينطلق من تصور معرفي للشعر، ويعتبر الشعر مجرد أداة لتحقيق هدف معين. أيضا هذا الاستشكال لابد أن يتصدى للتعميم، فهذه العلاقة لا يمكن أن تبنى انطلاقا من أفكار عامة وانطلاقا من تعميمات، والحال أنها تحتاج إلى تأطير نظري ومعرفي. إذن استشكالها هو جزء من تأملها ومن طرح قضاياها بمختلف الصعوبات التي تثيرها، فإطارة هذه العلاقة يجعل المرأة يفكر ما المقصود أولا بالتربية. نتحدث عن علاقة الشعر بالتربية بما هي رهان مجتمعي تسهم فيه جهات متعددة، منها المجتمع المدني، منها الأسرة،
من الإعلام إلى غير ذلك، أم يتعلق الأمر بالتربية وفق التصور المحدد في المناهج الدراسية، وهو أمر يفضي إلى قضية أخرى وهي علاقة الشعب بإشكالات تدريسه وبكيفية إنجاز هذا التدريس وبالطرائق الممكنة التي يفرضها الشعب وتفرضها خصوصيته، إذ لا يمكن أن نحقق هذا التدريس بالطريقة ذاتها التي تتم بها نصوص أخرى، باعتبار أن الشعر يفرض أسسا معرفية ويطرح ضرورة إبدال على مستوى تدريسه. إذن فبقدر ما يحتاج إلى هذا الأساس المعرفي يحتاج إلى مدرس أيضا قادر على أن ينهض بهذه المهمة، وأيضا يحتاج تفكير في تدريس الشعر يستحضر بعض الأسس التي بنى عليها المنهاج الدراسي، ذلك أن حصر علاقة الشعر بالتدريس يجعل الإشكالية أكثر تخصيصا ويجعل الحديث متوجها إلى التفكير والإجابة عن سؤال كيف يمكن أن ندرس القصيدة وكيف يمكن لهذا التدريس أن يخلق متعة بالقصيدة وأن يخلق أيضا معرفة بالقصيدة وأن يحقق تواصلا مع القصيدة. ذلك أن تدريسية الشعر تطرح صعوبات متعددة، منها كما سبقت الإشارة أن المنهاج الدراسي يعتمد مداخل متعددة، منها مدخل القيم. يمكن أو يندرج تدريس الشعر في هذا السياق بعد الشعر وسيلة لترسيخ هذه القيم ولبناء شخصية المتعلم وفقها. هذا المسعى على نبله وقيمته لا يمكن أن يحقق تدريس الشعر بالمعنى الذي يجعل القصيدة حاضرة من خلال تصور شعريتها وجماليتها. لا يمكن للقصيدة أن تتحول إلى وسيلة لترسيخ قيم، لا بد أن يتحقق ذلك، ولكن فضلا عنه وإلى جانبه وموازاة معه لا بد أن تدرس القصيدة بوصفها قيمة في ذاتها، وأن تكون قيمة في ذاتها بمعنى أن يتم تدريس القصيدة بوصفها قيمة جمالية وبوصفها قيمة تنتصر للخيال وتنتصر للحلم، وهو ما يجعل تدريس القصيدة ليس لخدمة التربية وحسب ولكن للتربية على الشعر، بمعنى أن يربى المتعلم على أن يدمج القصيدة في حياته وأن تتحول إلى قيمة حياتية وأن يحقق طرائق للتواصل معها ولفهمها، باعتبار أن فهم القصيدة يختلف عن فهوم أخرى، وأن التواصل مع القصيدة ليس هو التواصل بالمعنى المتداول في نظريات التواصل أو في التداوليات أو في غيرها، إنه تواصل خاص، هو تواصل مع الغامض، والتواصل مع الغامض ليس لرفع هذا الغامض ولكن لخلق ألفة مع هذا الغامض والقدرة على أن نتعامل معه وأن ندمجه في الحياة وفي التفكير وما إلى ذلك. أيضا هي قدرة، تربية على الشعر هي تربية على الخيال، لا بوصفه ابتعادا على الواقع بل بوصفه هو أس الواقع، بمعنى أن القصيدة تجعلنا نتخيل وتجعلنا أيضا نفكر حتى في الخيال الذي يخترق ما يسمى بالواقعي، وتجعلنا أيضا نحلم. إذا لا بد لهذه العناصر بإكملها أن تحضر في تدريس القصيدة، وهذا التدريس كما سبقت الإشارة يحتاج إلى مدرس خاص، ليس كل مدرس مهيأ لأن يقوم بهذه المهمة، وأيضا لا أعتقد بأن
قضية تدريس الشعر تدخل في تخصص الفاعلين التربويين، لأنه لا تكفي فيه خبرة تربوية طويلة ولا خبرة تدريسية طويلة، بل يحتاج إلى معرفة شعرية، ويحتاج أيضا إلى مصاحبة متأنية للقصيدة العربية والعالمية على امتداد تاريخ، بمعنى أن مدرس القصيدة مدرس الشعر لابد أن يكون قادرا على أن يحقق متعة مع القصيدة، وأن يفهمها بطريقة مغايرة عن الفهم الذي يتحقق مع المقالة ومع غير المقالة، وأن يحقق تواصلا. ما لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يمكن له أن ينتقل إلى تدريس القصيدة. عطفا على ما يتطلبه المدرس الذي تناط به مهمة تدريس القصيدة، فالتفكير في إشكال تدريس الشعر يطرح علاقة حيوية بشأن هذا الموضوع الشائك، وهي علاقة قراءة الشعر بإقرائه، مثلما تم تفكير في علاقة الشعر بالتربية انطلاقا من هذه الواو التي تم التنصيص على أنها واو منطوية على مسافة تحتاج إلى تجسير إشكالي، كذلك قراءة الشعر وإقراؤه هذه الواو أيضا الرابطة بين الطرفين ذات طبيعة إشكالية. فقراءة الشعر تطرح صعوبات عديدة، وهذه الصعوبات بين أولا من ندرة الدراسات التي نتوفر عليها في الثقافة العربية بشأن تحليل القصائد، لا نتوفر على كتب تنصت لقصيدة بعينها وتتبعها في تفاصيلها وتنصت لمختلف عناصر بنائها، بمعنى أن هذه المسألة ليست تهاونا في المتابعة، وإنما هي مرتبطة أساسا بصعوبة إنجاز هذه القراءة التي أصبحت أو التي تم اختطافها من قبل الإعلام الذي أصبح ينتج لا أسميها معرفة، وإنما ينتج أشياء معينة تحل محل المعرفة التي تتطلبها القصيدة. بدون هذه القراءة وبدون الدراسات النقدية التي تحققها لا يمكن أن ننتقل إلى الإقراء، أي لا يمكن أن يتحقق ما يسمى في الأدبيات التربوية بالنقل الديداكتيكي الذي يحتاج في المسافة الفاصلة بين ما يعرف بالمعرفة العالمة أو المعرفة الأكاديمية والمعرفة المدرسية، يحتاج إلى جسر لا نتوفر للأسف عليه، وهو جسر الكتب التطبيقية. نحتاج إلى كتب عن الشعريات التطبيقية كما هو الشأن في تخصصات أخرى بشأن اللسانيات التطبيقية، ونحتاج إلى كتب خاصة بقراءة تطبيقية للقصائد، لأنها هي التي يمكن أن تيسر للمدرس عملية النقل، بحكم أنها توفر له الجانب المعرفي تهيئ له هذا النقل الديداكتيكي على مستوى التدريس القصيدة. إذن إقراء القصيدة، إقراء الشعر أو صعوبة هذا الإقراء من صعوبة قراءة القصيدة، بحكم أن هذا التدريس يحتاج إلى مدرس خاص كما سبق نشر. وإذا كان لهذا الكتاب من فضل فإنه يكشف لمن سيقرأه أن الحاجة إلى إعادة طرح سؤال كيف ندرس الشعر هي حاجة معرفية مريحة، لأنه لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال بالتعميم، ولا يمكن أن نجيب عنه أيضا بالشكوى وبخطاب السلب الذي يشير إلى المناهج على أساس أنها لا تعتمد طرائق حادثة في التدريس، لأن عندما نطالب بأن نقدم طرائق إجرائية في تدريس القصيدة نصطدم بالصعوبات التي يطرحها، وهي صعوبات سبقت الإشارة إلى بعضها، ويعد الكتاب والندوة التي كانت أرضية له
عنصرا حيويا، لان الانتهاء منه يولد الاحساس بسؤال كيف ندرس الشعر الذي يحتاج الى ندوات اخرى ويحتاج الى كتب اخرى، لا من داخل التفكير التربوي الديداكتيكي ولكن من داخل تآزر المعارف وانطلاقا من متابعه ايضا واقع الشعريات الان.